للأسف واحد من المشاريع اللي تسبب معاناة يومية للمواطنين إلى حد الأذى النفسي يوميا في الصباح والمساء، من يجي يدخل هذا المواطن الموظف إلى بغداد ومن يطلع من بغداد، هو مشروع المداخل. ما تعاملت الجهات المعنية مع هذا المشروع بما يستحق كونه ممر رئيسي لدخول المواطنين، العجلات لكل الفعاليات المجتمعية والخدمية وحتى الأمنية. ما ندري يعني احنا شلون تصنيف الجهات المعنية في اهتمامها للمشاريع. يفترض اكو اولويات، اكو مشروع ما يقبل التعطيل والتأخير وكتابنا وكتابكم، لا، هذا مشروع رقم واحد، بحيث الجهة المعنية تستنفر كل اجراءاتها وملاكاتها وما تمتلكه من صلاحيات في سبيل تنفيذ هذا المشروع. مجرد تمر على هذا المشروع بعد انت ما تقتنع نهائيا باي اجراء خدمي تقدمه، محافظة، امانة، وزارة، لان شوف هذا يعني هو مو هنا ما نتكلم عن جسر في البحار او المحيطات او نفق تحت البحر، شارع طبيعي، شنو مشكلته؟ شارع طبيعي، هذا ما يستحق انزل الشركات وانزل الاليات وانزل الفنيين وأداوم 24 ساعة. يعني أنا من أبوع التقرير 6 كيلومتر مدخل بغداد الموصل، والله كارثة، مو صحيح، والله مو صحيح. الناس قاعدة تطلعونها من طورها، فوق وضع المعيشي، فوق وضع الخدمي، فوق الوضع الاجتماعي العام. مواطن يجي يومية لو دوام لو مريض لو عنده مراجعة، وإذا 6 كيلومتر يظل في الساعتين 3، ايش تتوقع منه هذا المواطن؟ والله مع الاسف نقضي جهد ونصرف اموال وكتابنا وكتابكم 100,000 ملف محتاج نروح ندخله، واحنا قاعدين على شارع 6 كيلومتر. مو صحيح هذا العمل ولا اقبل به ابدا.
أريد الواقع يتغير بصراحة، ما أريد أسمع مبررات، وأريد هذه الحلول تنفذ وفق هذه التوقيتات. الشركات تتباشر وتشتغل 3 شفتات 4، الدوائر تنجز مهامها، ولا تبقى قضية كتابنا وكتابكم، كل من يأخذ موافقته اللي يريدها ويروح للدائرة ويقعد قاعدة يم الوزير يم المحافظ يم الأمين يم الكذا، يأخذ الموافقة وتخلص، ما ينتظر البريد. هذه المداخل، المداخل سواء كان محافظة بغداد، المداخل سواء كان أمانة بغداد، هي ومشاكلها تنتهي تماما. هذه وجه بغداد، مشاريعنا الخدمية بكفة، وهذه المشاريع بكفة أخرى. هذه واجهة العاصمة، الناس من تدخل وتشوف هذا المدخل بهذه التفاصيل بهذه الخدمة بهذه الانسيابية بالحركة، تحترم تقول أكو دولة أكو محافظة أكو أمانة أكو وزارة أكو حكومة تهتم للمواطن، أكو جهات أمنية توفر انسيابية في التفتيش، ويصير تنظيم هم السيارات هذه مالت الحمل. ما معقول احنا نشتغل نشتغل والحمل يجي بكيفه، والله حتى الأفندي يريد يخفض كلف الوقود لو زيد الحمولة مالته يحصل كلفة إضافية. هذا الموضوع بصراحة أولوية بالنسبة لنا، وأريده ينتهي بكل تفاصيله. هذه السقوف الزمنية مال سنة كلش هواي، أنا قاعد أشوف أطوال كلها يعني حملة لو حملة نوظف كل الجهد اللي عندنا وننزل مع الشركات، والله نفضها بخلال 6 أشهر كلها.